يوليو حروفي مع اللقاء المفتوح، يوليو حروف زين. الكثير من الناس كتعاني من ترهل الجلد وعضلات البطن، وخصوصا بعد فقدان الوزن أو بعد الحمل والولادة. فالحل موجود مع جراحة تجميل اللي كتعاون على استرجاع الشكل الطبيعي للبطن، وهي عملية شد البطن. البروفيسور صلاح الدين سلاوي أخصائي في جراحة التجميل بالرباط غادي يقربنا أكثر من هذه العملية. صباح الخير بروفيسور. صباح الخير، إيش أخبارك؟ الحمد لله شكرا. الحمد لله، مرحبا. انتم كذلك، نتمنى بكم بخير وعلى خير. شكرا لك بروفيسور. عمليه شد البطن شنو هي دكتور، الى بغينا نبسطوها اكثر للمستمع؟ فعلا عمليه شد البطن هي من عمليات الاكثر طلب اللي مطلوبه كثير عندنا في المغرب بصفه خاصه بالنسبه لاوروبا وبالنسبه للدول الغربيه. وكما قلت في المقدمه، فبعد الولادات المتكررة كيحدث واحد التشوه، واحد ترهل على البطن. نعم. في كل مناسبة نتاع الحمل الجلدة نتاع البطن كتجبد وكتمدد. نعم. داك في داخل داك 19 نتاع الحبالة، ومني كتولد السيدة كتبقى لها الجلدة شايطة. نعم. فالمرة الأولى كيشات واحد الكيمياء، مرة الحمل الثاني كيكون أكثر إلى آخره. فكل ما تكرر الحمل والولادة، كل ما كل خطرة كل حمل كل ولادة كيخلي واحد شوية تاع الجلدة صعيد، وكذلك كيرخي العضلات تاع البطن. فهاد ولا يعني هذه الحالة هي اللي موجودة كثير من بعد الحمل المتكرر، ولكن كذلك بحال اللي قلتي من بعد الإنسان اللي كيفقد الوزن كيضعف بسرعة، وبالأخص من بعد الانتشار أو ظهور هذه الجراحة الجديدة تاع صغير المعيلة، فهذيك لا شيروجي بارياتري. فهاد يعني مثل ما كتعرفوا كاين واحد العدد الناس اللي كيكعدوا واحد السمنة مفرطة وكتولي خطيرة من بعد 120-130 كيلو. هاد الحالات هذه يعني كيولي الخطر على القلب وعلى الانسان وعلى الحياه ديال الانسان، وكيكون الانسان ما كيستطعش يدير لا حميه ولا رياضه، ما كيقدرش يضعف بطريقه اخرى، فكيلجا لهاد الجراحه الجراحه البارياتريكيه، لان هي كتصغر المعده. فملي كيصغر المعده الانسان كيكون غير شويه وكيحس براسو الشبع، فكيضعف بواحد السرعه كبيره، ولكن ملي كيضعف الانسان كيحيد الشحمه، ولكن ما كيحيدش الجلده بحال شي خلطه كتخويها، يعني كتبقى الجلده شايطه. فهذيك يعني هذا اللي كيكون ضعاف بهذه الطريقه او طريقه اخرى يمكن يحتاج للجراحه. كيفاش كتتم هذه العمليه بروفيسور؟ انا العمليه ديال شد البطن باش نفهموا انه ترهل او تشوه نتاع البطن في ثلاثه ديال الاشياء. نعم. البطن كيكون يمكن يكون فيه فائض طبعا من الجلده. اييه. بحال اللي قلنا. بحال الطابليه من الشعر كيكون فائض ديال الشحمه. أيه. والدهنيات. ثلاثة هاج جوج. ثانية والثالثة كيكون ارتخاء في العضلات نتاع. نعم. البطن. إذا ثلاثة ديال المستويات كتخدموا عليهم بروفيسور. فعلا. نعم. عندك كيكون واحد العضلات عندنا في البطن ديالنا هما اللي شادين مصمتين على الكرش، وكل ما كان الإنسان كيدير رياضة وكل ما زاد صغير إلى آخره كيكون داك العضلات مصمتين على الكرش، كل ما كثرت كل حبلة داك العضلات كيترخاو، وبالأخص إذا كانت السيدة ما كدير لا رياضة لا والو، كيبقاو داك العضلات مرخيين كيتبعدوا يبعدوا على بعضهم وكيدخلوا الكرش في الوسط بحال إلا كان لفتق. فملي كنديروا العملية ديال التجميل وتشبيب البطن باش تكون النتيجة مرضية ومزيانة، كيخصنا نصلحوا هاد الثلاثة ديال الحوايج والأشياء اللي قلنا. نعم. الشحمة كنزولوها. أييه. الجلدة كنزولوها. والعضلات كنعاود نعزيوهم. نعم. العملية فيعني كنا هناك بعض الحالة بعض السيدات كيكون عندهم فائض غير ديال الشحمة، ودو كنديرو لهم غير الشفط. كاين اللي كيكون عندها كتكون ضعيفة واخا يعني وقع ولدات وداك الشيء، العضلات هما اللي مابقاش عندها فائض تاع الشحمه، كان غير الجلده اللي مديرها مثلا، غير الجلده بوحدها ما كان بلا ما تحتاج الشفط، ولكن هذه حاله قليله. وفي غالب الاحيان كنديروهم ثلاثه. نعم. وفي عمليه واحده كتقوموا بثلاثه ديال العمليات. تمام. كنديروا ثلاثه ديال المراحل، ثلاثه ديال الاشياء في عمليه واحده. وكما قلت لكم هذه العمليه مطلوبه كثير في المغرب.
بالنسبه بينما هي تقريبا قليله في اوروبا او فرنسا. وذلك بلا شك نتيجه جزء اسباب التكرر او كثره الولاده والحمل، ولكن حتى من ناحيه المورفولوجيه نتاع تكوين المراه في المحيط ديال البحر الابيض المتوسط. في البحر المتوسط العيالات معروفين عندهم واحد يعني نوع تاع التكوين ديال الجسم ديالهم اللي كي يجعلهم يحتاجوا اكثر هذه العمليه من الناس اللي في اوروبا او في شمال اوروبا. امتى كيكون الوقت مناسب للخضوع لهذه العمليه بروفيسور؟ والوقت المناسب يعني بحال دابا السيده الا كانت عاد حملت منتظر من الاحسن تنتظر واحد ست شهور من بعد اخر حمل عاد دير هذه العمليه. طبعا كباقي العمليات الجراحيه كيديرهم الانسان كيكون في صحه جيده ويعني كناخذ جميع الاحتياطات والتدابير، انما جدير بالامر هو انه يعني نظرا لكثره هذه العمليه في المغرب نقولوا احنا بلورنا شيئا ما هذه العمليه في المغرب حيت ولينا كنديروها بتخدير غير محلي. نعم. الإبرة هي الإبرة كتبدأ في الظهر كتبنزل النصف الأسفل بحال اللي كيقولوا البيغيدورال ولا لاغاش يعني التخدير اللي كيدار في الولادة. نعم. فبهذه الطريقة العملية تبسطت شيئا ما أو كثيرا ما بقاش يعني كنحيدوا ذاك المسائل أو الآفات المتعلقة بالتخدير العام. نعم نعم. وكتدار إذن تخدير محلي ديال النصف الاسفل ديال الجسم محلي فيها عاده ساعتين كطول ساعتين. الساعه الاولى كنديروا فيها الشفط ديال البطن وفي غالب الاحيان ملي كنديروا الشفط نتاع البطن كنحيدوا حتى كنديروا الشفط حتى الجوانب نتاع البطن ديال لي هونش باش كيكون الخصر يعني كيجي نحيل كيكون مزيان. ومن بعد كنديروا في المرحله الثانيه كندوزوا للجراحه كنزولوا الجلده اللي من الصغر لتحت كلها وكان تخيط هذيك الجلده فكيجي باش كيجي البطن مجبد مزيان وكتجي بحال سيزاريان بروفيسور كتجي تقريبا بحال سيزاريان. نعم. كتجي بحال الفتحه ديال الولاده تقريبا بعدا في نفس المحل طيب الولاده هي كتكون شويه طول منها. نعم. اطول منها زايده عليها في الجناب اطول من ديال الولاده. وملي كنزولوا هذيك الجلده كنعطيهم الفرصه باش كنشدوا العضلات نتاع البطن اللي كانوا متباعدين على بعضهم كنقربوهم في الوسط باش كتصمت كتجمعوهم. نعم. باش كيجي الشكل نتاع البطن جميل. هذه العمليه نقعد في مجموعه كطول تقريبا ساعتين. نعم. ومن بعد ما كتسالى العمليه كنلبسوا السيده واحد اللباس تياب اللي كيضغط على لاكين باش الجلده كتقبض بلاصتها. وشحال كتبقى في المستشفى في الكلينيك؟ كتبقى في المستشفى او في المصحه جوج ليلات عاده. نعم يوميا عاده جوج ليلات. نعم. ولكن اهم احتياط هذه العمليه وهو يعني اللي هي عمليه ممتازه وكتعطي النتيجه مزيان بالاخص هذه العمليه نتاع الشفط ديال شد البطن ديال تجميل البطن يعني هي كانت موجوده من هذه السنين لانه كان البطن كيتشوه عند السيدات من بعد الولاده من دائما ولكن ما كانش كتعطي النتيجه مزيانه لان ما كانش شحال هذه الشفط وكان الاثر ديالها كانت حيت كانش هذيك كنزولوا الجلده ولكن كتبقى الكرش غليظه. نعم. دابا ملي كنديروا لنا كنديروا الشفط حيت الشحمه وكنزولوا الجلده يعني ولات النتيجه بارفيت يعني مزيانه 100% النتيجه تقريبا كامله. والنتيجه دائمه يعني دائما ولا طبعا تقدر طبعا النتيجه دائمه لان شنو اللي سبب ذاك الارتخاء والتشوه نتاع البطن في غالب الاحيان هو الحمل المتكرر. فعاده في غالب الاحيان السيدات كيديروا هذه العمليه حتى كيساليو من الولاده. نعم. خاصها مثلا اذا كانت ولدت ثلاثه المرات ولا اربعه باش وصل الكرش اللي وقع لها هذاك الشيء ما يمكنش يعاود يوقع لها هذاك الشيء من جديد الا عاود ولدت ثلاثه ولا اربعه المرات اخرى. نعم. اذا هذيك النتيجه يعني دائما. نعم. كاين شي مخاطر بروفيسور متعلقه بهذه العمليه من بعد مضاعفات؟ العمليه كما قلت لك هي اهم تقريبا كتعتبر اهم عمليه في الاختصاص ديالنا بصفه عامه.
واللي كان والافات اللي كنخافوا منه نعم وان كان قليل جدا في هذه العمليه هو واحد بعض المضاعفات كتسمى كي لي زومبو لي بيمونيا ولا لي فليبيت يعني الدم كي الى تحقن في العروق ديال الدم حيت نقولوا السيده كدير العمليه ما كتحركش اي بزاف الى عندنا طريقه اوتوماتيكيه السيدات اللي كيديروا هذه العمليه كنلبسوا لهم في اثناء العمليه واحد ليبا الرجلين دابا دو كونتونسيون واحد داك ليبا بحال تقاشر هما طوال باش كيضغطوا على العروق ديال الدم باش كيسهلوا الدوره الدمويه في الرجلين فهادو كيتلبسوا اثناء العمليه كتلبسهم السيده واحد الاسبوع من بعد العمليه ثانيا ضروري ولابد ان السيده توقف وتمشى لغدا العمليه يعني إذا العملية لغدا الصباح ابتداء من لغدا الصباح توقف وتمشى باش كتسرع تسهل والدورة الدموية في الرجلين ثالثا كلهم اللي كيدنا السيدات اللي كيديروا العمليه نتاع شد البطن لابد كياخذوا الدواء اللي كيجري الدم لي زونتيكوابيلون بحال ماشي لاسبيرين ولكن اقوى من لاسبيرين وبحال لاسبيرين يعني ادويه اللي كتجري الدم كنعطيهم دائما للسيدات واحد على الاقل 10 ايام او 15 يوم باش تفادي باش وقايه من هذا المشكل اللي قلت لك نتاع اللي كيتحقن الدم في العروق او في انت امتى كترجع المراه ولا الراجل حياته الطبيعيه وكيمارسها بشكل عادي؟ طبعا على حسب الحالات الى اخره عاده الاسبوع الاول كيخشوا ديال الراحه الاسبوع الثاني كيمكن لها السيده عاده تبدا تسوق الطوموبيل تخرج هكا وهكا قل عاده من بعد جوج الاسابيع السيده كيمكن لها تعيش عادية تمشى دير الشغل ديالها ولكن باش ترجع واحد الأنشطة بحال الرياضة ولا هذيك تعول على شهر شهر ونص عاد كيمكن لها دير الرياضة ولكن عادة بعد جوج الأسابيع السيدة كتكون عادية يمكن لها تكلف الأشياء المنزلية ديالها تمشى تحرك تعمل الأشياء ديالها إنما الأنشطة أو شي رياضة أو اللي هي مجهدة كتعول على شهر شهر ونص. شكرا لك بروفيسور صلاح الدين سلاوي على كل هذه المعلومات عن عملية شد البطن متواصلة معك إن شاء الله الأسبوع كامل وعمليات أخرى تجميلية إن شاء الله إلى اللقاء إن شاء الله بكل فرح شكرا.